في تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أكدت على الدور الذي تطلع به المعارض والفعاليات في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية مفضلة للأعمال. وأشارت سعادتها إلى أبرز المعارض التي تحتضنها المملكة خلال هذا العام. طبعا خلال شهر نوفمبر في العديد من الفعاليات اللي بيستقطبها مركز البحرين العالمي للمعارض، طبعا بالتعاون وبالشراكة مع شركة انفورما ماركتس. عندنا معرض الجواهر العربية، معرض العطور العربية، وكذلك معرض سيتي سكيب. إذا بتكلم عن كل واحد منهم باختصار، طبعا معرض الجواهر العربية يعني غني عن التعريف، معرض بيكون فيه عدد من المصممين العالميين. يمكن هالسنة بتكون شوية سنة استثنائية ومختلفة لأن عندنا أكثر من 640 مشارك من مختلف دول العالم. عندنا قدرنا نقسم القاعات بحيث أنها تكون أسهل حق الزائر وحق اللي وده أنه يستمتع بالتجربة فريدة من نوعها، أنه يكون كل شيء سهل بالنسبة له. طبعا عندنا بعد إضافة هالسنة عندنا عدد من اللوحات للفنانين العالميين بيكون في معرض لهم خلال يعني معرض الجواهر العربية. معرض العطور العربية طبعا بعد بيكون في من أكبر الـ يعني الأسماء العالمية من ناحية العطور، سواء العطور العربية، العطور الفرنسية، البخور. معرض سيتي سكيب طبعا نستقطب فيه المطورين والعقاريين وخبراء الخبراء في القطاع العقاري طبعا من مملكة البحرين وكذلك من دول المجاورة ومن دول العالم. فحلو أن نجمع ثلاث فعاليات كبيرة كلها تحت مظلة واحدة وتحت مركز البحرين العالمي للمعارض. طبعا ما ننسى أن هالمعارض الثلاث كلها تحت رعاية من سيدي صاحب السمو الملكي سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فالحمد لله مثل هالفعاليات احنا يعني بتستقطب أكبر عدد ممكن، بتبين مكانة مملكة البحرين على الخارطة العالمية من ناحية استقطاب المعارض والفعاليات العالمية.